الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه ونفخ في الصور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن العقائد وتكلم عن الوعد للمطيع والوعيد لمن خالف، أراد سبحانه وتعالى أن يبدأ مرحلة الجزاء على الأعمال في الدنيا. والدنيا كان فيها أحياء وكان فيها أموات من آدم، فحين ينفخ في الصور النفخة الأولى إنما تأتي ليموت من كان حيا وقت النفخة، ليستوي الذين ماتوا من آدم إلى الذين عاشوا ساعة النفخة. قال ونفخ في الصور. ونفخ في الصور بناها لما لم يسمى فاعله، يعني بناها للمجهول. من نفخ تحددها السنة، نفخ إسرافيل. وهل النفخة هي التي تميت أو النفخة الثانية هي التي تحيي؟ لا، ولكنها إيزان لمن بيده الأمر أن يبدأ عمله، فالنفخة ملهاش علاقة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الذي ينفخ ليموت الحي يبقى لازم يبقى عشان حينفخ النفخة الثانية، يبقى إذن من شاء الله أي يبقى ليؤدي المهمة الثانية. المهمة الثانية اللي بنفخة البعث، بعد نفخة البعث يبقى في كلام ثاني. فصعق، وصعق تأتي بمعنيين، صعق يصعق بمعنى هلك، وصعق بمعنى فقد الوعي، يبقى تأتي مرتين اثنين. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يعني يهلكون. ولكن الحق جاء بالمادة في سياق آخر، حينما قال موسى لربه أرني أنظر إليك، فقال له الحق لن تراني، ولكن مش أنا لا أرى، في فرق بين العبارتين. أنا أرى لكن أنت بتكوينك الحالي الدنيوي ما تشوفنيش، يبقى ما قالش لن أرى عشان الناس اللي يقولوا لا ما يمكنش نروح، لا، لن تراني أنت على هذه الحالة، إنما قد تغير حالتك إلى أن تراني. وإذا كان البشر وهم البشر يستطيعون أن يجعلوا لمن لم يرى شيئا أن يرى، اللي ستة على ستة واللي ستة على مش عارف كام يديله يقوي بصره ويشوف، فيبقى خالق هذا يستطيع أن لا يجدك على أن ترى. يبقى إذن المسألة في أنك أنت لن ترى بوضعك هذا، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الحق سبحانه وتعالى أطلق نظرية في قوله لن تراني، ولكنه يريد أن يؤكد هذه النظرية لا بقول ولكن بفعل. قال له ولأجل أن تعلم أنك لن تراني بهذه الهيئة انظر إلى الجبل. فنظر موسى إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دكة، وخر موسى صاعقا. قال له إذا كنت أنت صعقت من رؤية المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف إذا رأيتني أنت؟ يبقى محل، يبقى أنت لا تتحمل هذه، يبقى صاعقة معناها فقد الوحي. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. استثنوا من الصعقة. ليه استثنوا من الصعقة؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رأى إن الصعقة جت، وبعد ذلك حصل الناس غشة، ثم أفاق فوجد إيه؟ موسى. فقال أهو لم يصحق؟
زينه أم صعق وأفاق قبله؟ مدام هو استيقظ فوجد موسى ماسك العرش، الله، فقال يا ما صعقش، يبقى دخل من ضمن اللي ايه اللي استثنوا في الايه في الصعقة. طب او هو صعق ايضا ولكنه افاق قبلهم، طب وليه نقصت مدة صعقته عن مدة الاخرين؟ ام قال لك لانه صعق مرة فشاء الله أن يحسب له الصعقة التي صعقها يوم تجلى ربه على الجبل، خدها من من الصعقة دي فخفف عنه الصعقة في مدتها، فرسول الله شافه قبلها. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، لما جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وهلهم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى إذن النفخة الأولى أماتت من لم يكن قد مات، ليشترك الكل في أنهم يموتون، وتأتي النفخة الثانية للبعث. وبعد ذلك جاءت النفخة الثانية فخرج. الخروج ده بقى الحق سبحانه وتعالى صوره في آيات أخرى، في قوله في سورة الكهف ويقولون متى هذا الوعد، مش أي الآية كده، يقول متى أنتم صادقين إيه؟ فإذا هم قيام إيه ينظرون، من فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ياسين نعم، سورة ياسين مش الساكن، سورة ياسين آخر. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، دي تصوير هيئة الصعق اللي هتفوقهم. ازاي يعني ينسلون؟ يعني ايه احنا نفهم ينسلون دي؟ شيء اجتمع وبعدين نسل، زي القماش، رقعة قماش هي موجودة وبعدين نعمل الفتلة كده منها، ننسلها كانت متضامة متماسكة ثم تفككت. قال لك ده تعبير دقيق للحالة التي كانت توجد في القبور حين يلتقي الأموات. ازاي؟ قام قال لك لأن الناس في الحياة بتختلف علاقتهم ببعض، ويتعادوا ويتعاركوا ويتنفسوا ويعملوا الهيصة ويبقوا أعداء ومش عارف إيه. فإذا ماتوا وضمتهم الأرض، امتصت الأرض ما كان بينهم من أحقاد في صورة المدة والإيح والبتاع دي، ثم خلصت عناصرهم خلوصا مكنتهم من لقاء بعض، فيقولون ما ألذ العناق قبل شقاق الفراق. يبقوا انبسطوا من اللي ايه اللي اجتمعوا. ولذلك الشاعر لما جه قال رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الاضداد. طب ما انتوا كنتوا بعضوا عمالين مش على ايه الذرات ايه عامله ايه ببعض، متماسكه وشاربين تبعض، لما سبتوا الحياه بقيتوا ايه واحده. فهم ينبسطوا من هذا العنايه قوي، ويقول لك يلا نعوض الشقاق اللي كان فين، الشقاق اللي كان في الايه في الدنيا. فلما تيجي النفخه الثانيه يبتدوا يتفككوا من بعض، اهدي معنى يعني ايه ينسلون، يتنسلوا من بعض كده عشان كل واحد يقوم بمشخصاته. هم كانوا طينه واحده، وبعد ذلك ابتدوا تظهر المشخصات عشان الجزاء يجي على كل ايه لكل واحد. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله ينظرون إيه يعني؟ فيه ينظرون بمعنى ينتظرون ما يقع بهم، ويمكن كانت ناس فيه شك في الإيه، ولذلك حيقول هناك من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الإيه نعم. فإذا هم قيام ينظرون، وهناك 8 سلام أنت في آية السمع ربنا أبصرنا وسمعنا، ساعة ما تيجي النفخة الثانية يقولوا إيه ربنا أبصرنا، وهي الآية الوحيدة التي تقدم فيها الإيه الأبصار على السمع. السمع بيبقى الأول، إنما في الحالة دي يعني الأبصار تيجي الأول، لأنه ساعة ما تتعمل الحكاية دي يبصرون قبل أن يسمعوا، يبصرون قبل أن يسمعوا. فإذا هم قيام ينظرون ينتظرون ما إيه، وبعد ذلك إذا ما
صدق الله وعده ووعيده في ان القيامه هتقوم اول مرحله في تكذيب ما كانوا يعتقدون. يقول لك اه يبقى الكلام كله اللي بعد كده ايه؟ يبقى صح وهنتحاسب وهنروح النار ليه؟ لانها صدقت فيما كانوا ايه؟ فيما كانوا يكذبون. بعد ما نكون عظام مش عارف اننا لمبعوثون اوى اباؤنا الاولون، نقول لهم قل ان الاولين والاخرين مجموعون الى ميقات يوم معلوم. فلما حصلت هذه اول مرحله قال لك اه يبقى الكلام كله ايه؟ يبقى الكلام كله صدق. ابتدوا بقى يرتعبوا ويشوف كل واحد نصيبه. واشرقت الارض بنور ربها. اشرقت الارض بنور، هي نحن بنقول اشرقت الشمس، ام قال لك الشمس كانت بتشرق لتنور الارض، انما ده هيبقى عالم تاني خالص، ما هو فيها بقى ما لا عين رات ولا اذن سمعت. الارض هي التي تشرق، والنور يبقى ذاتي فيه مش جايله من شمس، لا يرون فيها شمسا. اشرقت الارض، يبقى الارض هي اللي كان بيشرق عليها، دلوقتي ابتدانا نعمل ايه؟ ان الارض هي اللي ايه؟ هي اللي تشرق. واشرقت الارض بنور ربها، اي لا بواسطه ايه؟ لا بواسطه شمس. قال لك ايوه، لان الدنيا كانت دنيا اسباب، فالضوء من الشمس كان لابد له يبقى شمس بالنهار وايه وقمر بالايه؟ بالليل. انما احنا انتقلنا الى دنيا امتنعت فيها الاسباب، لان كل شيء فيها يكون بكم بلا علاج، كن فكن، مش عايزين بقى لا شمس ولا ايه ولا قمر، ولا احنا عايزين الارض تطلع زرع، ولا مش عايزين حاجه من دي، لان يوم تبدل الارض غير الارض وما دام الارض هتبدل غير الارض والسماء كذلك انتم تبدلون، فستاكلون ولا يكل ولا توجد لكم فضلات، وتعيشوا الزمن ولا تهرموش ولا تكبروا ولا سنكوا يكبر ولا اي حاجه. اذا نظام تاني ايه؟ نظام تاني خالص. فكلما راوا ايه كانوا يكذبونها في الماضي يقول لك اذا الايات اللي جايه، الايات اللي جايه صح. واشرقت الارض بنور ربها، بنور ربها. قال لك ايه ليه؟ لان دلوقتي ابتدوا لما يجوا يرقوا الاضاءه، كان مفهوم زمان المصباح ولا بيشع النور، ونشوف المصباح ويشع النور لما شايفين المصباح، وبعدين قال لك ده النور ده لما يجي على البصر بيأذيه، احنا عايزين ندي نور بدون ان نرى مصدر النور، ولذلك قعدوا بيعملوا النور دلوقتي يداروه ايه ويخلوا الايه. ولذلك انت لما تكون في البيت في سكك الاوضه والشمس تشرق، برضه في الاوضه تعرف ان الشمس اشرقت، بيجي لك دور بس انت ما انتش شايف المنور وهو الشمس، انما له ايه؟ لها ايه؟ لها ضوء. واشرقت الارض بنور ربها. نور الله في القران ورد على شيء، الله نور السماوات والارض، يعني منور السماء والارض. الله نور السماوات والارض، اي ايه؟ اي منور السماء والارض. ثم لما تكلم عن شرح كيفيه هذا النور لله المثل الاعلى، جاب لنا مثل يقرب لنا هذا التنوير بس بالمرء لنا باللي احنا نعرفه وندركه. فلما قال مثل نوره، اي مثل تنويره، هو ما بديش ما بيعرفناش نوره ايه، انما هو بيدينا اثر النور وهو التنوير. ولذلك ما تفتكرش ان النور ده ربنا بنقول لا، ده تنويره لخلقه، انما النور بتاعه لسه ما نعرفش كونه. مثل نوره ايه؟ كمشكاة فيها مصباح. احنا قلنا زمان ان المشكاة كانت بعض الناس السطحيين يظنون ان المشكاة هي المصباح، ويمكن بيستعملوا هذا الاستعمال الان، لا المشكاة مش هي المصباح، الطاقة التي كان يوضع فيها المصباح في البناء الفطري، كانوا يعملوا بتاع زي نافذة مسدودة طاقة صغيرة كده يحطوا فيها الايه؟ يحطوا فيها المصباح. اذا ففيه حجرة وفيه قوة يوضع فيها الايه؟ المصباح. فالحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يضرب مثلا بتنويره للارض والسماء ما قالش بينور الحجره، قال انا هجيب مشكاه صغيره كده قد كده محدوده ونحط فيها مصباح، يبقى المصباح ينور الطاقه اكتر من تنويره للايه؟ للحجره، لان الحيز ايه؟ حيز صغير. مشكاه، والمشكاه ايه؟
فيها مصباح والمصباح مش عادي. ليه يعني المصباح وفيه زجاجة؟ أول مرة نعرف إن الزجاجة معمولة علشان إيه؟ عشان تنقي المصباح من آثار الاحتراق اللي بيعمل إيه؟ بتاع الدخان ده. وهذيك لما كانوا يحطوا الصاروخ اللي ملوش إزازة تلتفت له ذؤابة من الدخان اللي بيسموه الهباب. وبرضو لما تعلي اللمبة الست من دول يبقى لها إيه؟ يبقى لها هباب. قال لك لا، ده المصباح في إيه؟ في زجاجة، أي ينقيها من سواد الاحتراق يبقى بيدنه إيه؟ صافي. والزجاجة مش عادية، بقى المنور اللي هي القوة صغيرة، والزجاج والمصباح في زجاجة، والزجاجة مش عادية، الزجاجة كأنها إيه؟ طب كوكب دور ده يبقى مضيء بنفسه، يبقى شوف ضاعت الضوء ولا لأ. وبعدين الزيت مش طبيعي، ده زيت بقى من شجرة زيتون، زيت زيتون، ومش زيت زيتون عادي، من زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله، يبقى أحسن طبع. القوة الضيقة وفيها مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة بذاتها كأنها إيه؟ كوكب دري. والزيت اللي بيضيء ما هو الزيت عادي، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي لا شرقي ولا غربي، لو حررته برضى ولا حرارة إيه؟ هل يبقى في القوة شيء؟ كذلك نور الله للخلق. هذا النور الحسي اللي احنا بنشوف، النور الايه؟ الحسي. طب النور الحسي دي عشان يصون مادتنا، النور الحسي عشان يصون ايه؟ مادتنا. لذلك احنا ضربنا مثلا ان الانسان لما يجي ينام بيطفئ المصباح، وبعدين قد يضطر الى انه يروح دورة الميه، يقوم لما يجي يمشي عشان يروح دورة الميه يصطدم بالاشياء الموضوعه. وقلنا زمان إن اصطدم بأقوى منه يتحطم، وإن اصطدم بأقل منه يتحطم. نقوم نعمل إيه؟ حاجة كده نور بسيط، ولو علشان أعرف أروح دورة المية، ولو أروح على أحد الكبس بتاع الكهرباء. نقوم يعمل الوناسة، الوناسة اللي هي إيه؟ بتاخد من القوي، آلة تاخد من القوي وتدي للإيه؟ اللي بنسميه الترانس إيه؟ ترانسفورم. لأننا لو حطنا الوناسة الصغيرة لها شمعة أو اتنين شمعة على التيار تنحرق. يقوم لازم نعمل حاجة أهديا، العملية اللي ربنا بيعملها في اصطفاء الرسل إلى البشر، ما يكلمهمش مباشرة، طب ما يطيقوش الحكاية دي هم. يقوم يصطفي من الملائكة أولا رسل، ثم يصطفي من البشر إيه؟ بقى المصطفى من الرسل، يوحي للمصطفى من الايه؟ من البشر، علشان يقدر يديني. احنا ما نقدرش ايه؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي، ما نطقش احنا الحكايه دي، ما نقدرش. نقوم نقول لازم فيه ايه؟ محولات. فاذا النور الحسي بيعمل ايه؟ بيحمي مادتنا من ان تحطم او تتحطم. يبقى لازم نمشي، ولذلك يقول لك ايه؟ عايزين نمشي في النور، نمشي في الايه؟ في الظلمة نبهدل بعض. فإذا كان الحق قد صنع لمادتنا نورا يحميها من أن تحطم أو تتحطم، تحطم تبقى ظلمة، تتحطم تبقى مظلومة، فلا بد أن يجعل الله لنا نورا في القيم علشان يحمينا من أن نحطم بظلم أو نحطم بالطهاد. يبقى لازم فيه نور تاني خالص، النور التاني ده اللي هو الوحي اللي بينظم حركتنا بقى ويا بعض. فكما أن مادتنا تحتاج إلى نور يحمي المادة من التحطيم أو التحطم، كذلك القيم عايزة إيه؟ عايزة نور. فلما قال الله نور السماوات مثلا به كمشكاة فيها مصباح، المصباح زجاجة كوكب إلى آخره، وبعدين قال إيه؟ أم قال لك فيه نور تاني، النور بتاع القيم بقى. ولذلك هناك قال حي في بيوت أذن الله أن ترفع. خد النور بقى بتاع القيم منين؟ من بيوت الله اللي هتلتقي فيها بالله، اللي يطفي عليك فيها النور الايه؟ النور المعنى. ولذلك هقول نور على نور. وبين أن نور القيم فوق نور المادة، النور على ايه؟ دي الأعلى. ولذلك يمكن واحد مكفوف يقدر يمشي برضه، انما في نور القيم ما يمكنش ابدا. نور على يهدي الله لنوره ايه؟ يهدي الله لنوره من يشاء. بعض الناس قال لك كيف يضرب الله مثلا لنوره
بمشكات وفيها مصباح. قال لك ده ما بيضربش للنقطة، بيضرب العملية التنويرية، تنويره للكون زي تنوير دي لدي. ولذلك أبو نواس لما كان بيمدح قال إيه؟ إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. جاب الناس المشهورين بالقمم الفضائلية، فبيقول إن الأمير ده واخد الحكاية دي كلها، خد إقدام عمر في الشجاعة، وخد سماحة حاتم في الإيه؟ في إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف ابن قيس، ما فيش أحلم منه، في ذكاء إياس، يعني واخد من كل واحد إيه؟ موهبة. فقال واحد الحاسدين للشاعر: الأمير فوق من وصفت، إيه هو حاتم وإيه هو إياس وإيه ده، الأمير أكبر من كده. فأطلق هنيها ثم أمده الله بإفاضة الإلهام، فقال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، لأن ده بقى مثل عند العرب في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. وأشرقت الأرض بنور ربها، بقى الأرض اللي كانت بتشرق عليها الشمس أصبح الإشراق إيه؟ الإشراق من ذاته، أكنه خلقها من الماس، خلقها من الإيه؟ من الماس. ووضع الكتاب، أهي وضع الكتاب دي برضو ربنا عرضها، وضع الكتاب بس قال عليها كده، لكن في آية ثانية قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. يبقى الآية دي كانت بتشرح الايه؟ قسمة وضع الايه؟ الكتاب. شوف وضع الكتاب دي عملت ايه هناك؟ فتقعد المجرمين أشفقوا مما فيه، عرفوا بقى انه هيحصل عليهم دي ويحصل عليهم دي ويحصل عليهم دي. يبقى إذن القرآن بيفسر بعض ولا لا؟ تيجي الآية موجزة في كلمة تنشرح في ايه؟ في كلمة تانية. ووضع الكتاب، والكتاب ده كل واحد له كتابه، وكل إنسان إيه؟ ألزمناه طائره في عنقه، ويوم القيامة نخرج له كتابا، ونخرج ما فيش يوم القيامة، ونخرج ما فيش يوم القيامة، يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك أي حسيب. وبعدين يقول: كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ اللي رقيب ايه؟ رقيب عطيب. ليه بقى؟ طب مش شاف علم ربنا؟ قال لك: لا، علم ربنا يبقى كلام من عنده، انما كده كتاب مكتوب كده ويبص فيه كده. وكفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ ووضع الكتاب. بس وضع الكتاب ده شهاد ايه؟ شهاد الكتب من الملائكه. وبعدين ايه؟ وجيء بالنبيين بقى من البشر، كل نبي يشهد لأنه بلغ أمته وعمل. يوم الآية الثانية يقول إيه؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول إيه؟ ماذا أجبتم؟ فيشهدون أنهم بلغوا أممهم. ثم من حملوا العلم من رسل الله يحملوا هذا العلم من كل خلف العدول، يشهدون أنهم بلغوا غيرهم. ولذلك امتازت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن أمته بعلمائها كانوا امتدادا لرسالته صلى الله عليه وسلم، ليكون الرسول ايه؟ شهيدا. وتكون ايه؟ تبقى خيريتنا على الامم من هذه الايه؟ وجيء بالنبيين والشهداء. الشهداء اللي هيشهدوا ايه؟ اول حاجه قالوا: الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. ودول ازاي الشهداء دي؟ ام قال لك: لان الذي يدخل المعركه وعرف وتاكد انه ان هزم هيقتل ومع ذلك يدخل المعركة ويدفع حياته ثمن، يبقى دليل على أنه واثق كل الثقة بأن ما وعده الله إيه؟ خير، حينال خير من هذا. يبقى مثل هذا يعمل، يقول لك: أحياء عند ربه، بس مش عندك أنت. يقول زيك، يقول لك: طب ما نفتح القبر على الشهداء نلاقيهم برضو كذا كذا. يقول لك: هو أحياء عندكم ده أحياء إيه؟ عند ربهم. ثم جاء بمادة الطلب للحياة: أحياء عند ربهم إيه؟ يرزقون. إزاي؟ قال لك: يا أخي ضحى بحياته، ده ضحى بحياته، ده معقول أنني أضمن له بقى أنه إيه؟ نقول. ولذلك يقول لك هناك إيه؟ لما يجي يخطب الشهداء في سيدنا حمزة مثلا: أحمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض أجمعهم طرة،
وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت. انت قدمت حياتك تموتي فعصمت من الموت، لان بعد ما مت بقيت حي، فوصلت حياتك بالشهادة مع حياتك الاولى لتتصل هي بالحياة الاخرى، فكأنك موصول الحياة، وهبت الحياة فوصلت بالايه، فوصلت الحياة. وجيء بالنبيين والشهداء، الشهداء الملائكة اللي كتبوا، والشهداء برضو اللي هم دول، والنبيين والشهداء. قال لك ده حننقلها من مين؟ من الملائكة اللي هم صنف آخر، إلى الأنبياء اللي هم من صنفك اللي كانوا مبعوثين إيه ليك، إلى بعض جنسك ما هو الإنسان الشهيد، ثم ننقلها إلى ذاتك أنت في الشهادة. وبعدين نخلي يا جوارحك تنطق يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وبعدين قالوا لهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ليه؟ طب ما أنتوا اللي عملتوا، ما إيدك أنت يا إيد اللي ضربتي، وأنت لسانك كلمت، وأنت اللي عملت الجريمة. قال لك لا، أنا كنت الله الذي خلقني جعلني مسخرا لمرادك. قال لك انفعل لمراد عبدي، يا إيد انفعل لمراد العبد، عايز يضرب اضربي، عايز يطبطب على واحد طبطبي، وانت يا لسان عايز يقول لا اله الا الله قوله، وعايز يقول غير كده قولها برضه. فاذا وهم في الدنيا كانت الولايه لمراد الانسان المخير، والجوارح كلها تبع. فلما انحلت هذه الاراده بان التقينا بالمدبر الاعلى، قال الله لمن الملك اليوم؟ ما فيش لا اراده ولا اي حاجه بقى. نعم. واشرقت الارض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق. قضي بينهم يعني بين الناس وبين كل أهل المشهد. الظالم عرف حقه، والمظلوم هيدفع الحق كده، إما أن ربنا يعني يخليه يقول له أتنازلوا عن سيادتك واعفي، يعني هتيجي مسألة قضاء بالحق. ليه؟ قال لك لأن مثلا وقضي بالحق ده اليوم ده ما فيش حد ولا لهواه سلطان عليه، واللي هيقضي مين؟ اللي هيقضي الرب. يبقى مقضي بالحق ولا مش مقضي بالحق؟ وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الآية دي المستشرقين لما جم قال لك في يعني الفاظ بتيجي في القرآن دليل على ان النسخ مش مقصود. ليه؟ قال لك مثلا زي دي، ووفيت كل نفس ما عملت، مش كان يقول وهو اعلم بما يعملون؟ لكن هنا قال ووفيت كل نفس بما ايه، وهو اعلم بما يفعلون. الله، ايه الفرق بين الفعل وبين العمل؟ الفرق بين الاثنين ايه؟ قال لك الفعل مقابل القول، فكأن جوارح الإنسان متعددة، لسان يقول وأعضاء أخرى تفعل، العين ترى والأذن تسمع واليد تبطش والرجل تسعى، كل جرح لها إيه؟ لها مهمة. لكن القول خد القسم الأول، يبقى الكلام بتاع الإنسان عمل، يقول إيه؟ يفعل، وكله والاثنين عمل. يبقى العمل ما يشمع عمل الجارحة اللسان وغيره، ولكن الفعل الفعل ما يشمل عمل جارحة غير الايه، غير لما تقولون ما لا. يبقى المقابل القول ايه؟ طب وش معنى القول واخر الحكاية دي؟ قال لك لأن القول به البلاغ والتبليغ. القول به الايه؟ البلاغ والتبليغ، يبقى هو لعمدة الايه؟ عمدة الجوارح. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله. نتيجة التوفيق إيه؟ ووفيت كل نفس بما عملت وهو أعلم بما يفعلون. النتيجة دي ما دام توفى نبقى نشوف بقى العمل الطيب يروح فين والعمل التاني يروح فين، يبقى لازم نشوف الجزاء بقى. احنا دي حساب، ده هات بقى جزاء بعد الحساب. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سيق من ساقه؟ هناك آية تانية برضو تشرحها، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. طب وسائق يعني ما هو السائق؟
السائق هو الذي يحث المسوق على الإسراع، زي الواحد ما يركب الدبة يوم يعمل ايه سوء عشان تعمل ايه يبقى تسرع شوية. طب والملائكة بيخلوهم يسرعوا ليه؟ قال لك ما هم الملائكة في ضيق من هؤلاء، لأنهم عصاة ربهم وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره ايه يفعلون، فمتضايقين منهم فعايزين يعجلوا لهم بالايه بالعذاب. ولذلك هيقول في آية تانية برضه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. انت عارف دعا يعني زي العسكري بيمسك المجرم كده وايه ويضربوا على فهم. يبقى وثيقة طلبوا إسراع للنهاية، واللي بيسوء الملائكة، والملائكة لما كانوا ذو الأحياء كانوا بإيه ضدهم، لأن ذول لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يفعلون، شايفين ذول على حل شعرهم وبيجروا من غضب منهم ولا لا من غضب منهم. فساعة ما يجي يوم الجزاء يقول له يلا حلو بأخذ إيه خذ جزائك. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. زمرا يعني إيه؟ كل مخالف منهج الله في حاجة يبقى جماعة، الجماعة اللي تركوا الصلاة، الجماعة اللي تركوا اللي مش عارف إيه، الجماعة اللي عملوا كده، الجماعة اللي ظلمهم، اللي جماعة اللي ارتشموا، اللي جماعة اللي اختلطوا، كل جماعة تطلع إيه يوم ندعو كل أناس بإيه بالفتوة بتاعه بالإيه بالفتوة. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن اعتية، تعالى يفتوة بتاعهم أنت قدامهم كده ليه. يقدم فرعون يقدم قومه ليه يوم القيامة؟ لأن بالك لو ما يقدمش قومه يقول لك ده هم واخدنا دلوقتي، وبعدين فرعون هيتحرك بقى هيتحرك ياخدنا، يقول له لا ده قدامك اهو. يقدم قومه يوم الايه فأوردهم الايه النار وبئس الورد الايه المورود. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. باب الغضب مش مفندق بينفتح للضرورة، إنما باب الرحمة مفتوح دائما، مفتحة لهم الأبواب. يبقى باب الغضب إيه مش مفندق يعني عشان لا، ده تفتح وقت الضرورة بس، لأن رحمة الله ورضاه سبقت إيه سبقت إيه غضبه. هنا بقى وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يبقى دي جاء من بداية الحياة بقى من الأول دخلوا. في آية هناك في سورة يونس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. هود في يونس هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. شوف الجمع، فمنهم شقي فأما الذين شقوا أما الذين سعدوا. لما يجي في الأشقياء يقول فأما الذين شقوا ففي الإيه ففي النار خالدين فيها إيه فيها زفير وشهيق إلا ما شاء الله، مش كده؟ وبرضه في الذين سعدوا برضه إلا ما شاء الله. طب إزاي هيدخلوهم من النار؟ ما يمكن إلا ما شاء الله ما يدخلوش. أم قال لك ما هي النار دي الخلود. أولا نفهم الخلود هو إيه. الخلود هو المكث الطويل، بس له بداية وملوش نهاية. البداية اللي ربنا قالها دي من أول ما انتهى الحساب وهيدخلوا من النار، هذه البداية. يبقى أخذوا الخلود من أوله إلى آخره اللي ملوش نهاية، من الأول المعلوم ده هو بعد ما وثيقهم يبقى أخذوا من الأول وهيفضل خالد في النار. ده للكفرة بقى. طب أمال هناك بيقول لك إيه إلا ليه استثنى ليه؟ الذين شقوا استثنى منهم والذين إيه سعدوا استثنى. يبقى إذا ما فيش خلود لواحد منهم هيبقى إزاي ده؟ أم قال لك الكافر حقيقة من أول الخلود إلى ما لا نهاية، والمؤمن الذي لم يعصي من أول الخلود إلى ما لا نهاية، ده في الجنة وده في النار. لكن هب أن مؤمنا ارتكب معاصي ولم يستغفر منها ولم يتب الله عليه، يقول له خد لك لحظة على قدها في النار. لما ياخد لحظة على قدها في النار يبقى الخلود بتاعه نقص. صحيح هو في النهاية ملهاش نهاية، إنما في البداية اختلف ولا لا؟ طبعا. وبعد ما ياخد المدة بتاعته يطلع يروح فين؟ يروح في الجنة. يبقى خلوده نقص من الايه من الاول، والتاني خلوده نقص من الايه من الاخر.
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. أول تقريع بقى، التقريع بقى يعني ألم يأتكم رسل منكم، الزام حجة يعني احنا ما خد ربنا ما خدكوش على مشمكم، ده جاب لكم رسل وعمل لكم حجج وعمل لكم كل حاجة. ألم يأتكم رسل منكم، مش رسل من حتة تانية من الملائكة تقولوا ما احناش ما نقدرش نعمل أسوة بهم، ده رسل منكم، ولذلك قد آخر رسول من أنفسكم، يعني إن عمل حاجة عنده هو من زيكم اعملوا زيه، وإلا لو كان مختلف الجنس تقول ما نقدرش، ده إله ولا ابن إله ولا ملك ما نقدرش. رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى حصل، يبقى أقروا على نفسهم بإسقاط الحجة، وإن ربنا عمل لهم الإيه، بعت رسل وأنذرهم هذا اللقاء. إذن الإنذارات التي تحدث للناس في حياتهم من تمام رحمة الله على الخالق، والإنذارات التي سبقت في الحياة بما يكون بعدها دي من رحمة ربنا بالخلق، لأنك أنت لما تيجي تبصر واحد مثلا ما بيذاكرش تقول له يا أخي ذاكر، لما ما تذاكرش تسقط وتبقى محتقر عند أهلك وعند مش عارف إيه وإيه، يبقى أنت لما تعنف عليه في العصة لأنك تريد أن لا يكون، يبقى دي نعمة من نعم الله ولا لا؟ ولذلك دي ردت على المستشرقين اللي قال لك اللي يقرأ سورة في القرآن اسمها سورة الرحمن يتعجب لما يقول مثلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان مارج من نار ومش عارف إيه، فبأي آلاء ربكم معقول مثلا، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام مش عارف إيه، ونعمة معقول فبأي آلاء ربكم، إنما لمر يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يوم يقول فبأي آلاء ربكم تكذبان. طب دي نعمة دي اللي يرسل عليك، قال لك إيه التنذير بها قبل أن تقع نعمة ليحتاط أن لا يقع فيها. نعم. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، تلك هي النعمة اللي بصرته بإن اللي ما يعملش عليه في كذا وكذا. إذن التبصير والوعيد مش علشان هتحصل، ده بيخوفك حتى عشان ما تحصلش. نعم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. طب وانا هنعمل ايه؟ لأملأن جهنم من الجنة والايه والناس اجمعين. فكانت اختياراتنا الخايبة بتساعد القدر ويمهد القدر للقدر. ولكن حقت كلمة العذاب اي بقوله سبحانه لأملأن جهنم بايه. طيب ولكن حقت كلمة العذاب. طب ما هي الكلمة؟ ده الكلمة قول مفرد لا يؤدي إلا معنى في ذاته، إنما ما يؤديش معنى إسنادي. لما أنت تقول السماء وتسكت كده ما الذي أفادت؟ إنما لما تقول السماء صافية، السماء مكفهرة بالغيب، يبقى جاء كلام. فإذا الكلمة في ذاته قالوا لا، في كلمة بتفيد كلمة واحدة. قال له طب قول لي كده. قال لك لما يجي واحد يقول لك من عندك تقوم تقول إيه زيد، ألم تفد هذه الكلمة الواحدة المعنى؟ تقول له لا، ده هي أنت قلت من عندك فأنا قلت زي يعني زيد عندي، يبقى في كلمة مقدرة هنا معروفة دي. إنما الكلمة وحدها لا تؤدي معنى، معنى يحسن السكوت عليه إلا بضميمة إيه؟ إلا بضميمة غيرها. لأن لما جينا نقسم الكلمة قسمنا الكلمة إلى إيه؟ حرف مش كده؟ واسم وفعل مش كده؟ طيب كلها اسمها ايه؟ كلمة. طيب ايه الفرق بينهم؟ قال لك الكلمة دي لها معنى في ذاتها ولا ملهاش معنى؟ نقول لها معنى بضميمة غيرها ولا لوحدها؟ قال لك مرة تكون بضميمة غيرها ومرة تكون بوحدها. طب في حرف ولا مش حرف؟ هو حرف معناه ايه؟ في الظرفية. انما ايه في ايه ما عرفناهاش. يبقى الحرف له معنى في ذاته، انما معنى ما يحسنش السكوت عليه الا بضميمته الى ايه؟ الى غيره. طب والكوب؟ قال لك له معنى في ذاته مش كده، انما عايزين ايه اللي في الكوب؟ الله.
طب اللي هيدل على معنى مستقل بالفهم ولا معنى غير مستقل بالفهم؟ الحرف يدل على معنى مش مستقل بالفهم. في ما نعرفش ايه اللي في ايه وايه اللي في ايه. طب السماء دلت على معنى بس ايه مستقل بالفهم لان نعرف ايه معناها ايه السماء. هل الزمن جزء فيها ولا مش الزمن جزء فيها؟ ما كانش الزمن جزء فيها بقت اسم، وان كان الزمن جزء فيها يبقى فعل. اكل دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن الماضي جزء فيه. يأكل دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء ايه جزء منه. انما محمد دلت على معنى مستقل بالفهم ولكن الزمن ليس ايه. تبقى الكلمة لوحدها عجل لا كلام. فهل هي كلمة؟ قال لك ايه، وقد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام. تقول فلان ألقى اليوم في الخطبة كلمة ما أبدعها، هو قال كلمة واحدة ولا قال كلام؟ نقول ايه كلمة. طب وبرضو القرآن قال ايه لما قالوا من اتخذ الرحمن والله ربنا قال ايه؟ قال ايه في هاتها كده كده قال الكلا انها كلمة هو قائلها، مع انهم قالوا اتخذ الرحمن والله مش كلمة ده كلام. يبقى اذا الكلمة قد تطلق ويراد بها الايه الكلام. تبقى سبقت كلمة العذاب اللي هي ايه لأملأن جهنم من الجنة والناس ايه اجمعين. قيل بعد الحكاية دي والتقريع اللي حدث من الخزنة ادخلوا أبواب جهنم فبئس مثوى المتكبرين. بئس مثوى، بئس كلمة زم، والمثوى خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين. بئس يعني زم، ومثوى يعني إقامة. وانت ما خدتهاش إلا أنك تكبرت، وتكبرت على أن تؤمن بمن خلقك وبمن أمدك بالنعم. أول كبرياء منك، أول كبرياء أنك تكبرت على مين؟ على من خلق. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الناس استحصم كلمة خالدين فيها بالنسبة للكفار، فوجدوا الأبدية ما بتجيش إلا في آيتين أو ثلاثة وبعدين كلها. فقال لك يمكن رحمة ربنا بقى في الآخر كده يتداركهم. قال لا، ده قول في القرآن برضو أبدا، هناك في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له إيه أبدا، جاب أبدا هنا، يبقى جاب الأبد في إيه في البعض وتركه في البعض. طب إيه العلة؟ يبقى عبد يقول التأبيد موجود، أمال ما جابوش ليه في كل آية زي ما بيتكلم في الجنة مثلا؟ أم قال لك لأنه لما ما يأبدهاش يبقى فيه إطماع لمن لم يصل إلى الحقيقة التي تنجيه يمكن يعملها. نعم. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قولهم ادخلوا الأبواب جهنم، ده إيه الفرق بين ادخلوا جهنم وادخلوا الأبواب؟ قال لك لأن العذاب بمجرد ما يجي عند الباب إيه يبتدي على طول، مش يستنى لما يروح لحتة العذاب للفر، لا لا من الأول كده. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هات المقابل بقى. طب اشمعنى جاب الأولانيين دول؟ لأن دول كانوا منكرين الحكاية فجابها لهم عشان يقول لهم صدقهم. إنما المؤمنين مش منكرينها، ده المؤمنين عارفين إن فيه إله وهنبقى زعز وهنبقى نروح الجنة وبتاع، إنما دول كانوا شاكين فيها. وسيق الذين اتقوا ربهم، برضو سيقة، برضو زي ما ديك سيقة ودي سيقة. قال لك لأنهم سيقوا عشان يعجلوا لهم بالعذاب، ودول سيقوا عشان يعجلوا لهم بالنعيم. نعم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، برضو زمرة، هيئات بقى، هيئة الزهاد، هيئة مثلا العلماء، هيئة المجاهدين، هيئة مش عارف الأمناء في العمل، هيئة كل واحد بقى إيه؟ حتى إذا جاءوها، ما قالش فتحت أبوابها زي ما قال هناك، قال وفتحت أبوابها. تبقى وفتحت أبوابها ما تجيش جواب شرط، ذكر وثيق الذين كفروا إلى جهنم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ده جواب الشرط. طب هنا حتى إذا جاءوها إيه
وفتحت أبوابها. أم قال لك الجواب مش هنا، الجواب انت هتاخده من الأشياء النعيم المبعتر في الآية بعدها. ازاي مش فتحت أبوابها دي الغاية؟ ده النعيم اللي حيجي كلها بقى. ايه النعيم اللي حيجي بقى بعدها كلها؟ وقال لهم خزنتها سلام عليكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.